بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف السيد محمد الخضري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في أحداث السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة، وتكلمنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سيدتنا وأمنا زينب بنت جحش حتى يثبت أن زوجة الابن من التبني لا تحرم على الأب من التبني، فتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صبيحة وليمتها نزلت آية الحجاب. الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، وهو الستارة التي تضرب وتجلس أمهات المؤمنين خلفها والرجال على الجانب الآخر حتى يتكلمون معهن. هذا هو الحجاب. أما بالنسبة لثياب المرأة المسلمة ففي العصر الحديث يسموه حجاب، والحقيقة ليس حجاب ولكنه جلباب وخمار، جلباب وخمار، لأن ربنا قال في القرآن سمى جلباب، قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحجابهن الجلابيبهن. يبقى وإلا تبقى المرأة لازم أما تمشي، بقى لو قلنا حجاب تمشي بستارة برافان كده زي الدرع كده. محدش قال كده، محدش قال كده أبدا. عشان كده اللي أنكروا الحجاب أنكروا الحجاب بهذا المعنى. يقوم تفهم بعض البنات المتسرعات انه ما فيش حجاب، تقوم ايه تقلع ايه طرحتها وتلبس الثياب المعتاده، وده خطا. الحجاب دي الستاره، دي خاصه بامهات المؤمنين. نساء المؤمنين بنص الايه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وقايل قبل كده برضه في سورة الايه؟ النور، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني الجيب اللي هو بتطلع منه رقبة المرأة اللي هو يبين أعلى الصدر، تنزل الخمار عليه تغطيه. أما تغطية الوجه احنا قلنا ده تبع العادة والعرف فليس من الشرع، يعني تركه الشارع تبعا للعرف العام. بلد عندها عرف تغطية الوجه للمرأة خلاص المرأة تغطي وجهها طالما العرف كده. الإمام الشافعي يقول العادة محكمة في أصول مذهبه، إيه العادة محكمة. لكن لو في بلد العرف فيها المرأة لا تغطي وجهها، يبقى لا يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها إلا أن تكون جميلة جمال يعني فاحش، وده ما شفناهوش لحد دلوقتي، بحيث أنها تلفت الانتباه. في الحالة دي هذا تصور فقهي غير موجود في الواقع، يعني جميله جمال فاحش بحيث لما تعدي كده الناس يعني ايه تلفت انتباه كان الشمس معديه. احنا شفناش واحده ست بهذه المنظر لحد دلوقتي، واخد بالك؟ لكن على اي حال الفقهاء نصوا على هذا. لكن اما تبقى معتاده زي بقيه النساء، ما هو النساء كلهم لا تخلو واحده الا فيها نوع من الجمال، واخد بالك؟ والتناسق. لكن دلوقتي بعد عمليات التجميل بقوا كلهم شكل واحد، يخلوهم كلهم شكل واحد، فورمه واحده، حتى فقدوا الخصوصيه. ودي من سوء عمليات التجميل اللي هي برضو ايه الشيطان بيقول ايه فلا يغيرن خلق الله. فعايزين ايه نرجع تاني لروح الشرع الشريف. الشرع الشريف ما قيدش المرأة لازم تغطي وجهها، لكن قال لو في العرف المرأة تغطي وجهها يبقى تكشفه عند الإحرام في الحج والعمر، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وتكشفه عند الصلاة. يكره للمرأة أن تصلي وهي إيه منتقبة مغطية وجهها. ونص الفقهاء على مواضع أخرى لكشف المرأة وجهها إذا كانت منتقبة، قالوا إذا أرادوا أن يتحققوا من شخصياتها عند عقود البيع الكبيرة، هتبيع سيارة
هتشتري عمارة، فلابد انها تكشف وجهها حتى يتعارف العاقدان، لان من شروط عقد البيع ان العاقدان البائع والمشتري يعرفوا بعض. انما انا هشتري سيارة من واحدة منتقبة، واخد بالك، او هبيع سيارتي لواحدة منتقبة ما عرفهاش، تقوم بعد شوية تجي لي واحدة منتقبة ثانية تقول لي اديني المفتاح، اديها المفتاح وهي واحدة تانية، تقوم تجي لي بعد يومين تقول لي فين المفتاح، اقول لها ده انا اديته لواحدة اول امبارح، ده انا فاكرك انت، يوم يحصل مشاكل. لكن العقود البيع البسيطة بتشتري ربع كيلو جبنة، بتشتري كيلو خيار، مش مهم، مش مهم تكشف وجهها، لان دي امور لا ينبني عليها ايه غبن كبير يعني في العقود البسيطة. لكن العقود الكبيرة تشتري قطعة ارض كبيرة، حاجات بالملايين، لازم بقى العاقدان يبقوا عارفين بعض. ومش كده وبس، وكمان عند صرف الشيكات في البنوك، يعني وهي بتصرف الشيك في البنك لابد انها تقدم الرقم القومي بتاعها وعليه صورتها غير منتقبة، وتروح بس كشف وجهها كده امام الموظف لحظة ما يقارن الصورة بالصورة اللي امامه، يتأكد ان الشخص اللي امامه ده هو نفس المكتوب في الايه في الشيك. الشرع قال كده، لكن اللي تشبثوا بقى بالنقاب ما قالوش كده. وكذلك عند الشهادة عند القاضي في المحكمة تكشف وجهها، وكذلك لو كانت بتدرس للاطفال في الحضانة، ما ينفعش تقعد في وسط الاطفال في الحضانة وهي منتقبة، هيبقى في حاجز نفسي بينها وبين الاطفال، ما ينفعش. وكذلك لو كانت طبيبة في عيادتها الخاصة، انت ما ينفعش تاخد زوجتك لطبيبة منتقبة وتسيبها تكشف عليها، ما يمكن راجل، ايه ضمني انا؟ فإذا كان عملها لازم تكشف وجهها علشان الناس يعرفوا إذا كانت مدرسة، إذا كانت طبيبة، إذا كانت محامية بتترافع في المحكمة ما تترافعش بالنقاب. إذا كانت داخلة جامعة أو داخلة عمارة مهمة أو مكان مهم، فلابد إن الأمن إيه يشوف وجه المرأة اللي داخلة، فتكشف وجهها عند الدخول للأماكن الهامة من نفسها، مش تعمل لها مشكلة على باب الجامعة وتتخانق مش عايزه ترفع وجهها، ويجوا العيال الشباب يقول لك ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ويفجروا الجامعه. لا، حكم الله انت اللي مش فاهمه بقى، فهمت ازاي؟ اللي قاعد موظف الامن والبواب اللي في العماره لابد يعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج، حتى لو داخله في العماره اللي هي ساكنه فيها، اول ما تدخل باب العماره وتشوف البواب تكشف وجهها عشان البواب يعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج. الشرع بيقول كده، مش الدكتور يسري ولا الازهر ولا، الشرع بيقول كده. وكذلك عند كشف على الطبيب نص عليها الامام مالك، هتكشف عند الطبيب تكشف وجهها، لان وجه المراه اثناء الكشف الطبيب بيعرف ياخد منه علامات للمرض، يعرف عندها شحوب، عندها انيميا، عندها صفرة، عندها اي شيء من الحاجات دي كلها، ده جزء ده بيساعده على 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 تشخيص المرض. يبقى في احوال المراه كذلك في الامتحانات الشفوي، واحنا في كليه الطب زمان كان امتحانات الشفوي دي تبقى نكد، يجي الدكاتره يطلب من الطالبات اللي هي منتقبات يكشفوا وجوههم عشان يتحقق من شخصيتهم، والدكتور اللي بيمتحنها قد جدها وقد ابوها، تقوم تقول له لا، لان هم فهموها ان وجهها كالقبل والدبر. لا يا سيدي، وجه المراه ليس كالقبل ولا الدبر، عادي وانت بتمتحني ايتها الطالبه في الامتحانات الشفوي وفي انترفيو في وظيفه لازم تكشف وجهها. كل الحاجات دي الشرع قايل كده، على فكره الشرع اللي قايل كده، عشان تعرف ان الشرع سامح والشرع ما فيهوش ايه التشبث والافراط اللي الناس بتعمله بيه. ومن الناس تكره النقاب وتكره الحجاب، ويقول ما هو الناس كرهت النقاب ليه وكرهت الحجاب ليه، حجاب المراه اللي هي ثياب المراه المسلمه، سوء استخدام هذه الاحكام عبروا عنها بطريقه انبنى عليها مشاكل ومخاطر امنيه. بقى يجي لك بعض الرجال المجرمين يلبس نقاب ويتخفى ويدخل العماره على انه ايه؟ على انه امراه، ويطلع يعمل جريمه فوق وينزل ماشي كانه البواب قاعد عايش في المهلبيه. مش عارف حاجه. طب بواب دي وظيفته ايه؟ مش وظيفه البواب يتحقق من شخصيه اللي داخل واللي خارج؟ انا فاكر كانت جدتي ايام ما كانوا بيلبسوا ايه؟ الستات بيسموه ايه؟ المشبك، اليشبك، ولا اسمه اليشبك، واليشمك، ويجوز الميم تبقى بقى برضه مكه وبك، يشمك ويشبك. المهم كان الستات زمان بيلبسوا كده ايام جدتنا، والبرقع،
كانوا اول المرأة ما تيجي تدخل بيتها تروح رفع البرقع على طول، ويمكن كده انت بتشوفها في الافلام القديمة كمان، يعني عادي طالما دخلت بيتها لازم البواب يعرف والجيران يعرفوا ان دي ساكنة في الحي، يقوموا يدافعوا عنها لو حد تعرض ليها. انما تقعد طول عمرها كده منتقبة ما تكشفش وجهها الا لما يغسلوها، يقوم الناس ما يعرفوش حتى بعضهم، تقعد مع اولاد عمها واولاد خالتها واخد بالك، ورايحين يعيدوا عليها تقعد قدامه بالنقاب، امال هعرف انا بنت عمتي منين وهعرف بنت خالتي ازاي؟ الشرع ما قالش كده يا جماعه، هم طبقوا الشرع بطريقه خطا كرهت الناس في الشرع الشريف. فلازم نرجع بقى للاحوال اللي المراه فيها يجب ان تكشف وجهها، زي ما قلت لك الاحوال دي كلها لازم ناخد بالنا منها، لكن تغطي وجهها فين وهي ماشيه في الشارع علشان الناس ما تشوفهاش. ده اذا كانت البلد عاده النساء فيها ايه تغطيه الوجه، لكن تقعد في اوروبا واوروبا بيمشوا الوقت من غير هدوم تروح مغطيه وجهها، طب ما هتلفت انتباهها للناس اللي ماشيين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهره، وقد تعرض نفسها لايه لبعض الناس المتعصبين في اوروبا ضد الاسلام وضد الاصوليين، يقوموا يؤذوها او يتهجموا عليها كل ده، وهي تفتكر نفسها ان هي كده في سبيل الله، هي مش في سبيل الله، لان الشرع ما قالهاش اعملي كده، ده هواها اللي قالها تعمل كده. فلازم نعمل الشرع بالادب الشرعي مش بالهوى النفسي، كويس. فايات الحجاب الخاصه بامهات المؤمنين نزلت ايضا في السنه الخامسه من الهجره، واخر حدث حصل في السنه الخامسه من الهجره فرض الحج. كان قبل كده العرب بيحجوا على اساس ان هو عباده ابراهيميه من ايام سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، توارثها العرب وايه والقبائل المحيطه بجزيره العرب والبلاد المحيطه بجزيره العرب، فكانوا ياتوا في موسم الحج وكانوا يلعبوا في التواريخ كمان. يلعبوا في التواريخ ازاي؟ اسمه النسيء. ينسأوا يعني اجلوا بعض الشهور. يجي مثلا يقول لك احنا بلاش نخلي الشهر ده محرم، لان محرم ده ممنوع يقتلوا فيه، وهم عايشين على القنص وعلى السرقه وعلى قتل بعض، قبائل عايشين كده يسطوا عليهم على بعض. فيقوم يجي في محرم قبيله من القبائل مثلا الكبيره ايه عايزه تسطو على اخرى، تقول خلاص احنا مش هنخليه محرم، نخليه سفر. يلعبوا حتى في التواريخ ويأجلوا محرم شهر ولا اتنين، يقوم ينعكس عليه ان يجوا يحجوا مش في ذو الحجه. بتتغير التواريخ بيلعبوا فيها، والحج عرفه لازم التاسع من ذو الحجه، ده وقت عرفه. فلما فرض الحج في العام الخامس من الهجرة كانت عرفة تأتي في وقت غير الوقت الذي إيه أراده الله ليه إيه تسعة ذو الحجة بسبب النسيء. يقوم النبي الموفق في كل شيء يأجل الحج بتاعه لحد ما يحج سنة عشرة، يبقى فرض سنة خمسة والنبي يحج سنة عشرة، ليه؟ حتى يستدير الزمان فيعود ذو الحجة مكان ذو الحجة. عشان كده الرسول يقول لهم في خطبة الحج ايه؟ ان استدار الزمان وعاد كما خلقه الله يوم خلق السماوات والارض. اي يوم نحن الان؟ يقولون يوم الحج الاكبر في البلد الحرام. يبقى سبب تأجيل النبي للحج يعني ما نفذوش على طول ايه؟ حتى يضبط لنا التاريخ. ومن ساعتها الحمد لله الحج انضبط الى يومنا هذا الى ما شاء الله، بحيث الحج يبقى تسعة ذو الحجة، وشهور الحج تبقى شوال وتبقى ذو القعدة وذو الحجة، وعندنا الشهور الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد يعني منفصل، الثلاثة اللي ورا بعض السرد اللي هو ذو القعدة، سموه ذو القعدة عشان بيقعدوا عن القتال، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، يخلوا في شهر حرام فيه القتال قبل الحج بشهر عشان الناس تروح في أمان تحج، ويخلوا شهر بعد شهر الحج حرام عشان ترجع بلادها تاني في امان، وبعد كده يرجعوا يضربوا بعض تاني. وبعدين يجي لك رجب ياخدوا فيه استراحه عشان يروحوا يعملوا عمره، ما يحاربوش بعض. اللي هو رجب مضر. كانت حياه غريبه، جاء النبي غيرها الى احسن ما يكون صلى الله عليه وسلم بالشرع الشريف. فبيقول هنا ايه الشيخ؟ وفي هذا العام على ما عليه الاكثرون فرض الله على الأمة الإسلامية حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليجتمع المسلمون من جميع الأقطار
فيتجهوا إلى الله ويبتهلوا إليه أن يؤيدهم بنصره ويعينهم على اتباع دينه القويم. وفي ذلك من تقوية الرابطة واتحاد القلوب ما فيه للمسلمين الفائدة العظمى. وربنا قال في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلشان كده النبي يشرح الآية دي يقول إيه: من استطاع ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لأن ربنا قرن الكفر بعدم الحج مع الاستطاعة. شوف قد إيه. فالإنسان إذا استطاع، وإيه هي الاستطاعة؟ الزاد والراحلة وأمن الطريق وقوة البدن على السفر. يبقى الإنسان لازم يبقى عنده قدرة على السفر، مش بكرسي بعجل وبيزقوه أو بيشيلوه. لكن لو شالوه راح بكرسي بعجل انعقد حجه، صح، لكن مش واجب عليه، عشان ما يرهقش نفسه ولا يرهق الناس. يسموه المعضوب. المعضوب بمعنى المعطوب باللغة المصرية بتاعتنا، يقول لك ده معضوب، يعني غير قادر على الحركة إلا بمساعدة غيره. فالمعضوب ده ليس واجبا عليه الحج، فإن كان غنيا فلينيب غيره. إن كان غنيا إيه؟ يقطع التذكرة لغيره ويبعته يحج عنه، علشان نخلص من أزمة إيه؟ الناس اللي بالكراسي اللي بعجل وبيتعبوا ويتعبوا من معهم إيه؟ ويقول لك أنا كده بعمل الحج. أبدا، ربنا أرحم بيك منك، ربنا أرحم بيك منك أيها المعضوب الغير القادر على. الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالت له امرأة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا رسول الله، فريضة الحج أدركت أبي وهو لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. يعني فريضة الحج وجبت وأبوها عجوز كبير ما يقدرش يقعد على الراحلة، يعني لا يستطيع، ينفع أحج عنه يا رسول الله؟ قال: نعم. يبقى المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، لا شيء في ذلك. فهمت بقى؟ ده كل ده من التيسير. يبقى من استطاع إليه سبيلا، يعني إيه؟ عنده المال اللي بيه يقدر ينقله، وعنده المال اللي بيه يتركه للواجب النفقة عليهم كمان فترة غيابه، وبعدين عنده المال اللي يكفيه سفر ويكفيه أكل وشرب هناك. يسموه الزاد والراحلة. الراحلة اللي هي وسيلة السفر، والزاد اللي هو الأكل والشرب. أهل اليمن كانوا يخرجوا يحجوا ما ياخدوش معاهم زاد، ويقول لك احنا متوكلين على الله، ويأكلوا مع الناس كده ايه؟ يشحتوا. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه في القرآن؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزودوا يعني خدوا معكم الزاد، فإن خير الزاد التقوى من سؤال الناس. دي الآيات اللي نزلت في الحج، وإن كان يجوز معناها تبقى على أعم، لكن من حيث السياق تزودوا أي خدوا معكم الزاد أثناء السفر للحج، حتى لا تضطروا إلى سؤال الناس فتتقوا سؤال الناس. إن خير الزاد التقوى، أي الزاد الذي يكفيك ويمنعك من سؤال الناس فيقيك من ذلك. يبقى عندنا الزاد والراحلة وأمن الطريق. افرض في حرب يا أخي، أو الطريق غير آمن، يبقى مش واجب عليك تحج. أمن الطريق والاستطاعة البدنية والزمانية. يعني افرض انت ربنا ما شاء الله في امن الطريق وصحتك كويسة وكل حاجة، بس ما كانش معاك فلوس، ابوك مات قبل الحج بثلاث اربع ايام وورثت منه ملايين الجنيهات، فبقى معاك بقى ما شاء الله تقدر تحج اهو، بس ايه؟ الزمن ما يسمحش، لان ده هي ثلاث ايام، ما اقدرش ان انا اجيب التأشيرة، والطيارات خلاص تم الحجز، مفيش، واخد بالك ازاي؟ فما ينفعش، يبقى واجب عليا الحج بقى السنه اللي بعدها. ليه؟ مع ان انا اصلا بقيت غني قبل الحج، بس قبل الحج بفتره زمنيه لا تسمح لي الوصول الى مكه وقت يوم عرفات. يسموه ايه؟ الامكان الزماني. الامكان الزماني، يعني انا بيني وبين السفر يومين مثلا او ثلاثه، كان زمان ساعات يقعدوا شهور. وكمان في اجراءات التاشيره بتحتاج تعملها قبل السفر باسبوعين، والقنصليه قفلت وما بتديش تاشيرات دلوقتي. اول ما اروح انا اخبط في القنصليه اقول لهم ادوني عشان جالي فلوس، مش هينفع، مش هيدولك. يبقى لازم كمان يبقى في امكان زماني. فهمت؟ او ده اسمه من استطاع اليه سبيلا.
يبقى ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. وربنا يستر لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ويستر لنا صلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله، ويؤمننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. كان انتهينا الحمد لله من السنة الخامسة، وندخل في السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة. وكانت السنة دي سنة السرايا. السرايا يعني إيه؟ العرب اشتهر أمر المسلمين في المدينة، فكل العرب بقوا إيه؟ موجسين خيفة من هذه القوة اللي بدأت تظهر، فالكل يريد أن يتربص بها، يلاقي أي حاجة خارج المدينة بعيدة متعلقة بالمدينة كالإبل والشياه تخرج ترعى، يقوموا يسطوا عليها، يقوموا يحاولوا يجتمعوا من مع بعض علشان يعدوا العدة علشان إيه؟ يغزوا المدينة. فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين عايشين في حالة من الحذر الشديد، لازم يحموا نفسهم من كل ما هو متربص به من حولهم. فكان النبي يعمل ايه؟ كل ما يسمع صلى الله عليه وسلم او يجي له وحي ان في الجهة الفلانية مفيش امان من جهتها، يروح باعت سرية من السرايا يستطلعوا الامر ويثيروا الخوف والرعب في هؤلاء الناس فيقعدوا عن قتال المسلمين. يبقى كانت السرايا دي الهدف منها ايه؟ عدم اراقة الدماء، مش اراقة الدماء، خد بالك، ده عدم إراقة الدماء، حتى يجعل كل من يفكر في غزو المدينة أو حرب النبي فتراق الدماء مرة أخرى أن يقفوا عند حده. فالنبي كان يرسل سرايا، في السرية والغزوة. الغزوة اللي هي لما النبي يخرج فيها يسموها غزوة، والسرية هي التي يرسلها النبي مجموعة من الجند لقضاء مهمة معينة. فبيقول هنا ولعشر خلونا من محرم السنة السادسة، يعني في أول السنة السادسة بعد عاشر محرم أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل محمد بن مسلمة في 30 راكبا لشن الغارة على بني بكر بن كلاب الذين كانوا نازلين بناحية ضرية. دول كانوا نازلين في مكان اسمه ضرية كثير العشب، فكان أهل المدينة بالنسبة لهم المكان ده معتادين ان هم يروحوا يرعوا فيه. فلما بقى اهل المدينه اشتهروا ان هم بقوا مسلمين، بقوا بني بكر دول يحاولوا يتحرشوا بيهم هناك ويمنعوا غنمهم ياخد من هذا العشب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارسل هذه السريه علشان يؤمن لاهل المدينه ودواب المدينه ان ياخذوا من العشب الذي اعتادوا ان يرعوا فيه حتى قبل الاسلام. فسار إليهم يكمن النهار ويسير الليل حتى دهمهم فقتل منهم 10 وهرب بقيهم. فاستاقت السرية النعم والشياء وعادوا راجعين إلى المدينة، وقد التقوا وهم عائدون بثمامة بن أثال الحنفي من عظماء بني حنيف. ثمامة بن أثال الحنفي ده يعتبر فارس كبير وشريف من أشراف بني حنيفة، وهي قبيلة كبيرة من قبائل العرب. فقابلوه في الطريق فأسروه كويس، وخدوه مع النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم أسير. ثمامة ابن أثال الحنفي من عظماء بني حنيفة، فأسروه وهم لا يعرفونه، هم وجدوا واحد مدجج بالسلاح وغير مسلم، فخدوه شافوا خافوا منه كتفوه خدوه على النبي. طلع زعيم كبير في قوم. فالنبي عمل ايه معاه؟ شوف النبي كان يكرم الكرماء في قومهم، ما يذلش حد، النبي أبدا ما يذلش حد. عمل ايه مع ثمامة بن أثال؟ راح ايه ربطه في سارية من سواري المسجد، وعين عليه حارس، قال له كل ما يحتاج يقضي حاجته تفكه، يروح يقضي حاجته ويجي تاني تربطه، كل ما يحتاج ياكل تفكه وتجيب له اكله وشربه وتربطه. وربطه ليه في سارية من سواري المسجد؟ يعني عمود من عمدة المسجد، كانت سواري المسجد عبارة عن نخل، جذوع نخل، عشان ثمامة يسمع النبي وهو بيقرا القران بيصلي بالناس، يسمع النبي وهو بيعظ المسلمين، يقوم النبي يدعوه بطريقه غير مباشره، لان الفارس ما يحبش ياخد اوامر. لو تروح له فارس تقول له اعمل كذا يقول لك مش هعمل، لان هو ما اتعودش انه ياخد اوامر، اتعود هو يدي اوامر. فالنبي يراعي نفسيه كل واحد. فالنبي اراد ان يعرض عليه الاسلام بطريقه غير مباشره، يبين له حسن خلق المسلمين، يبين له انقياد المسلمين للنبي، يسمعه حسن موعظة النبي وجمال القرآن اللي خارج من فم النبي وهو بيصلي بالناس،
يعيش يشوف الصحابة مجتمع المسجد أيام النبي بيعملوا إيه. كويس. والعجيب إن النبي هو رايح لصلاة الفجر كل يوم يسلم على على سمامة، يقول له كيف حالك، يقول له إن تقتل تقتل ذو دم، يعني أنا في ناس هيجيبوا طاري، وإن تطلب الدية ندفع ما تريد. واخد بالك؟ يقوم النبي يقول له أو غير ذلك، طب ما فيش حاجة اختيار تاني؟ يروح ساكت وسمام ويروح يصلي النبي عادي. تاني يوم 24 ساعة سامع بقى الصلوات وسامع في اليوم ده، يجي تاني يوم كيف حالك يا سمامة؟ يوم يقول له إن تقتل تقتل ذا دم، بالراحة بقى شوية، ابتدى هدي شوية. وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب مال أخذت ما تريد. بس قالها مش بالإمارة، ابتدى يهدى شوية. ابتدى جاله في ثالث يوم كيف حالك يا سمامة؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. وسكت. أما الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان الاسلام دخل قلبه. بس هو الفارس ما يحبش يسلم وهو محبوس، خدت بالك؟ علشان ما يحسش بالقهر. يعني النبي كان يراعي نفسيات الناس. فأما النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بقى ان هو خلاص هدي، قال للحارس بتاعه، قال له اطلق سمامة، خلاص اطلق سمامة، اطلقناك، لا عايزين منك فلوس ولا هنقتلك، روح ما شئت. فسمامة عمل ايه؟ اول راح في بستان جنب مسجد النبي، راح اغتسل. الله ده عارف الاحكام، ما هو قاعد بقاله ثلاث ايام بيسمع، ده قاعد ثلاث ايام فعرف الاحكام. فراح الاول اغتسل غسل الجنابه من الكفر اللي كان فيه، وبعدين دخل لرسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ثم انطلق زعيم في قومه. فانتشر الاسلام في ايه؟ في بني حنيفه، بسبب سمامة. عشان تعرف بس حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عصره صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا كفار. تقوم تتعلم الأدب من نبيك. ده احنا ما بنعملش كده مع أولادنا لما بيغلطوا، ما بنعملش كده مع جارنا لو غلط فينا، ولا صديقي في العمل لو غلط فيا. وده جاي عايز يقتل النبي وكافر، والنبي عامله هذه المعاملة الجميلة، فهمت؟ فلازم نتعلم الأدب من نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسروه وهم لا يعرفونه، فلما أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه وعامله بمنتهى مكارم الأخلاق، فإنه أطلق أساره بعد ثلاث أبى فيها الانقياد للإسلام بعد أن عرض عليه. ولما رأى ثمام هذه المعاملة وهذه المكارم، رأى من العبث أن يتبع هواه ويترك دينا عماده المحامد، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكره، وخاطب الرسول بقوله يا محمد ما كان على الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح أحب البلاد إلي. يبقى النبي كان بيدعو الناس للإسلام بالحب مش بالكراهية، بالحب. أو هو كل كلامه قال له أنا بحبه، صرت محب متيم فيك يا رسول الله، حيثما حللت أحب البلاد اللي أنت حللت فيه. يبقى علاقتك بالنبي وعلاقتك بربك لابد أن تكون علاقة بالحب مش بالبغض، ولا بالخوف الزائد اللي يجعلك تكره ربك. لا، الخوف اللي فيه توقير، فيه تعظيم، اللي يسموه خشية، اللي هو خوف مع توقير وتعظيم، فهمت؟ وفي نفس الوقت رجاء وحب، وتعلم ان ربك بك رحيم وبك لطيف. وكذلك يبقى علاقتك بالنبي علاقة حب. احنا ما شفناش امة من الامم بتحب نبيها زي امة المسلمين، ما سمعناش واحد يهودي كتب بيت شعر واحد يمدح فيه سيدنا موسى. سمعنا حد قال كتب بيت شعر واحد في مدح سيدنا موسى؟ وشوف المسلمين مدائح في النبي لا تنتهي، تسد عيون الشمس. يعني أمة علاقتها بنبيها الحب، ما شفناش أمة بهذه العلاقة مع نبيها إلا أمة المسلمين، والحمد لله الذي جعلنا منهم، لدرجة أننا بقينا نحبه أكتر من نفسنا، أكتر من أهلنا، وإحنا ما شفناهوش. أمال لو شفناه كنا إيه؟ والله كنا دبنا، فهمت؟
فهو شوف الصحابة، شوف هو يقول لي أحب أحب أحب، ونفس الكلام ده قالته هند برضه. بعد كده هنيجي نقراه لما هند زوجة أبي سفيان لما هتسلم في عام الفتح هتقول للنبي نفس الحكاية، كنت أبغض الناس فأصرت أحب الناس إلي، كانت بلدك أبغض الناس صارت أحب. يعني العلاقة الحب يا جماعة، الإسلام انتشر بالحب والله، ولا انتشر بسيف ولا ببغض ولا بكراهية ولا بتهديد، لأن لا إكراه في الدين. فسر صلى الله عليه وسلم كثيرا بإسلامه لأن من ورائه قوما يطيعونه. ولما رجع ثمامة إلى بلاده مر بمكة معتمرا وأظهر فيها إسلامه. قال بعد ما أسلم بقى وقبل ما يروح بلده قال أنا هروح على مكة أعمل عمرة. فأرادت قريش إيذاءه فذكروا احتياجهم لحبوب اليمامة التي منها ثمامة فتركوه، ومع ذلك حلف هو ألا يرسل إليه من اليمامة حبوبا حتى يؤمنوا. يعني هم سابوا ثمامة أصله زعيم، هو كل الحب اللي بيجي لهم بيجي لهم من إيه، من ناحيتهم، وثمامة زعيم في قوم لو أذوه ولا تعبوه هيجوعوهم. وبالرغم من كده سابوه على مضض، وبالرغم من كده قال لهم انتوا بقى كفرتوا برسول الله وخليتوه يهاجر، طب والله ولا حبه هتجي لكم اليمن ولا حبه. وفعلا جهدهم، اصبح عندهم ايه مجاعه شبه مجاعه، لدرجه بعتوا للنبي يستسمحوه ان يؤمر ثمامه يبعت لهم الحب. شفت بقى، والنبي يعمل ايه اللي حاربوه وعايزين يقتلوه؟ قال للثمامه ابعت لهم الحب، عشان تعرف جمال نبيك حتى مع اعدائه صلى الله عليه وسلم. فجاهدوا جدا ولم يروا بدا من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاملهم صلى الله عليه وسلم بما جبل عليه من الشفقة والمرحمة، وأرسل ثمامة أن يعيد عليهم ما كان يأتيهم من أقوات اليمامة ففعل. وقد كان لهذا الرجل الكريم الأصل قدم راسخة في الإسلام عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيثما ارتد أكثر أهل بلاده، فكان ينهى قومه عن اتباع مسيلمة، لأن مسيلمة ظهر من قومه من بني حنيف، فهم؟ فكان واقف ثمامة بن أسال ده ضد مسيلمة وأتباع مسيلمة، ويقول لهم إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه، وإنه لشقاء كتبه الله على من اتبعه، بيتكلم على دعوة مسيلمة الكذاب. فثبت معه كثير من قومه رضي الله عنه. وبعد كده غزوة بني لحيان، طالما قال لك غزوة يبقى النبي غالبا خرج فيه. بنو لحيان هم الذين قتلوا عاصم بن ثابت وإخوانه، اللي هم إيه العشرة اللي بعتهم النبي عيون فاكرينهم عشان يعرفوا الأخبار، وطلعوا عليهم إيه قتلوا سبعة وأسروا ثلاثة، وبعدين الاثنين بعد كده باعوهم في مكة، فاكرين أنتوا القصة دي قرأناها. فبقى في طار ثأر بين بني لحيان وبين المسلمين، فخرج النبي يغزوهم علشان ثأر مين؟ العشرة اللي قتلوه. يعني ما حدش قاتله النبي إلا وكان قد سبق أن اعتدى، خد بالك دي. النبي كان لا يبدأ بالعدوان مع حتى الكافر صلى الله عليه وسلم. بنو لحيان هم الذين قتلوا عاصم بن ثابت وإخوانه، ولم يزل رسول الله حزينا عليهم متشوقا للقصاص من عدوهم حتى ربيع الأول من هذه السنة اللي هي السنة السادسة. فأمر أصحابه بالتجهز ولم يظهر مقصده كما هي عادته صلى الله عليه وسلم في غالب الغزوات، لتعمل أخبار عن الأعداء. النبي جاهز وما يقولهمش هنروح فين، يوم يجي جميع الأعداء حوالينه حوالين المدينة يعرفوا أن النبي بيتجهز، فالكل يبقى مرعوب ومش عارفين الجهة. يبقى النبي يريد أنه هو ينشر الرعب فيهم ليمنعهم من القتال حتى لا تراق الدماء، ويعطيهم فرصة يفكروا لعلهم يعودوا. عشان كده قال نصرت بالرعب من مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. ولم يظهر مقصده كما هي عادته صلى الله عليه وسلم في غالب الغزوات، لتعمل أخبار عن الأعداء. وولى على المدينة ابن أم مكتوم وسار في 200 راكب معهم 20 فرسا، ولم يزل سائرا حتى مقتل أصحاب الرجيع للموضع اللي هو مات فيه العشرة. فترحم عليهم ودعا لهم، ولما سمع بنو لحيان تفرقوا في الجبال، فأقام صلى الله عليه وسلم بديارهم يومين يبعث السرايا فلا يجدون أحدا، ثم خرج حتى أتى عسفان. ودي عسفان ده موضع قريب من إيه بين المدينة ومكة. حتى أتى عسفان فبعث أبا بكر رضي الله عنه في 10 فوارس حتى يعلم بهم أهل مكة،
فيداخلهم الرعب، فذهبوا إلى كراع الغميم، وده موضع برضو قريب من مكة. كل ده ليه؟ أما يرعب أهل مكة ما يفكروش يرجعوا يحاربوه تاني. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو يقول: آيبون تائبون لربنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وده دعاء أخرجه الإمام مسلم، دعاء العودة من السفر. وبعدين غزوة الغابة، كان للنبي عليه الصلاة والسلام 20 لقحة ترعى بالغابة. اللقحة هي الناقة الحلوب، يبقى النبي عنده 20 ناقة حلوب ملكه صلى الله عليه وسلم بتوعه، بيرعوا في منطقة اسمها الغابة، كويس؟ فأغار عليها عيينة بن حصن في 40 فارسا واستلبها من رعيها. عيينة بن حصن خرج في 40 فارس، وده من ايه؟ ده يعتبر عيينة بن حصن من نجد، من منطقة نجد. خد 20 لقحة بتوع النبي واستلبها، وايه؟ وقتل الراعي واستلبها من رعية. فجاءت الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغه هو سلم بن الأكوع، أحد رماة أسلم وكان عداء. سلم بن الأكوع ده غريب، كان يجري على رجليه يسبق الفرس، كان عداء ورجليه حافية يا عم في الصحراء، يعني رجل ايه دي مش عارفها حاجة. سلمة رضي الله عنه وارضاه كان عداء، لدرجة النبي كان في الحروب يدي لسلمة سهم فارس، سهم واحد راكب فرس، يعني انه راكب رجليه كأنها فرس. انت عارف الايه؟ لما النبي بيدي سهم بيدي للراجل اللي بيحارب على رجليه سهم، واللي بيدي للفرس سهمين، يبقى اللي على فرس ياخد 3 أسهم. فاكرين احنا لما قسمنا الغنائم قبل كده؟ الا سلمة بن الاكوع النبي كان يديه سهم فارس، لانه كان يجري على رجليه يسبق الفرس. فسيدنا سلمة بن الاكوع بقى ايه، عرف وشاف الجماعة دول وهم ايه، خدوا لقحة النبي بعد الفجر والدنيا بقى بدري والاهل المدينة نايمين، فشاف المنظر قام قال ايه: وصباح، بصوت عالي اسمع اهل المدينة، وجري وراهم يضربهم ويستخبى ويطلع جبل، كل ما يدقوا يلاقوا حجارة نزل لهم، لدرجة انهم حس ان وراهم جيش وهو سلم بن الاكوع لوحده. فبقوا ايه، يتخففوا ويرموا حمولتهم، كل شوية يرموا حمولتهم وهو ياخدها، لحد ما سابوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. على ما رجعوا كان النبي خرج في 200 فارس علشان ايه، يجيب اللقاحات. فقال له سلمة بن الاكوع ان هو جاء باللقاح وانهم الان يجلسون يستريحوا، فهيا يا رسول الله حتى نقتلهم. فالرسول قال له ايه، ملكت فاسجح، احنا مش جبنا حقنا، اعفوا بقى يا سلمة، اتركها لله. وبعدين قال له ده مش هم عند المية، ده هم وصلوا بلادهم دلوقتي، يعني اخبروا حتى بالغيوب. فهنيجي نقرأ الايه، الغزوة دي ناخد بالنا منها. كان للنبي عليه الصلاة والسلام 20 لقحة ترعى بالغابة، فأغار عليها عيينة بن حصن في 40 فارسا واستلبها من رعيها. فجاءت الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغه وسلم بن الأكوع أحد رماة أسلم وكان عداء، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل حتى يدركهم المسلمون. فخرج يشتد في أثرهم حتى لحقهم، وجعل يرميهم بالنبل، فإذا وجهت الخيل نحوه رجع هاربا فلا يلحق، فإذا دخلت الخيل بعض المضايق على الجبل فرمى عليهم الحجارة حتى ألقوا كثيرا مما بأيديهم من الرماح والبردات ليخففوا عن أنفسهم حتى لا يلحقهم الجيش. ولم يزل سلمة على ذلك حتى تلاحق به الجيش، وكان يضربهم بالسم ويقول لهم ايه، اليوم يوم الرضع، يعني يوم ايه، يوم البخلاء شديد البخل والناس الاندال، يوم الرضع ده يعني ايه، يوم الاندال، عارف الندل اللي هو ما عندوش شهامة، كان مثل يقوله العرب، لانه بيقول لك ان ايه، جه ضيوف عند رجل بخيل عربي بخيل، وبعدين ايه، كان عادة طبعا العرب لما يجي لهم ضيف يحلبوا له ويسقوه، هو مش عايز يحلب لهم، وفي نفس الوقت الناقة لازم تتحلب بالليل لان درعها مليان لبن، لو تركها هتسخن، ولو حلبها هيسمعوا صوت اللبن في الإناء، واخد بالك؟
قام عمل ايه بقى؟ يرضع من النقد. بقى يرضع من النقد علشان النداله مح... فايه فضربوا بيه المثل، قال لك اليوم يوم الرضع، يوم يوم الاندال المجرمين. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا اصحابه فاجابوه، واول من انتهى اليه المقداد بن عمرو، فقال لو اخرج في طلب القوم حتى الحقك، واعطاه اللواء فخرج، وتبعه الفرسان حتى ادركوا اواخر العدو، فحصلت بينهم مناوشات قتل فيها مسلم ومشركان، واستنقذ المسلمون غالب اللقاح، وهرب اوائل القوم بالبقيه، وطلب سلمة بن الاكوع من رسول الله ان يرسله مع جماعه في اثر القوم لياخذهم على غره وهم نازلون على احد مياههم، فقال عليه الصلاه والسلام ملكت فاسجح، يعني فاعفوا واصفح، يعني خدنا حقنا خلاص يا سلمة، اعفوا بقى عن الباقي سيبهم. ثم رجع بعد 5 ليال صلى الله عليه وسلم. سرية أخرى، كان بنو أسد الذين مر ذكرهم كثيرا ما يؤذون من يمر بهم من المسلمين، فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام عكاش بن محصن في 40 راكبا ليغير عليهم، ولما قارب بلادهم علموا به فهربوا، وهناك وجدوا رجلا نائما فأمنوه ليدلهم على نعم القوم. النعم اللي هي البهائم والايه التي ترعى، يعني الشياه والابل والبقر وغير ذلك، فدلهم عليها فاستاقوها وكانت 100 بعير، ثم قدموا المدينه ولم يلقوا كيدا. تلاحظ ان كل السرايا اللي بيبعتها النبي لناس كانوا معتدين، لم يبعث لناس مسالمين ابدا صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول بلغه عليه الصلاة والسلام أن من بذي القصة يريدون الإغارة على نعم المسلمين التي ترعى بالهيفاء. ذي القصة ده موضع، وبترعى بالهيفاء مكان اسمه الهيفاء في عشب. فأرسل لهم محمد بن مسلمة في 10 من المسلمين فبلغ ديارهم ليلا، وقد كمن المشركون حينما علموا بهم، فنام المسلمون ولم يشعروا إلا والنبل قد خالطهم، فتواثبوا على أسلحتهم، ولكن تغلب عليهم الأعداء فقتلوهم غير محمد بن مسلمة، تركوه لظنهم أنه قتل. يعني هم إيه كمنوا، وبعدين أعدائهم عرفوا مكانهم، فهم مستريحين في الاستراحة بتاعتهم ضربوهم بالنبل فقتلوهم. محمد بن مسلمة عمل إيه؟ عمل نفسه ميت لحد ما مشيوا، وبعدين قام رجع للنبي عشان يقول له الخبر. فاهم؟ فقتلوهم غير محمد بن مسلمة، تركوه لظنهم أنه قتل، فعاد إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح في ربيع الآخر، يعني بعدها بشهر، ليقتص من الأعداء، فلما وصل ديارهم وجدهم تشتتوا هاربين، فاستاق نعمهم ورجع. كل السرايا دي كانت بتثير الرعب عندهم، فيمتنعوا من مهاجمة المسلمين بعد ذلك. ويبقى قتال النبي كله حتى يأمن المسلم على دينه. يجي لك بقى الجماعة الفرق التانية لما تيجي تقرا السيرة يقول لك شوف كل ده من أجل إقامة الدولة. هو النبي جاء لإقامة الدولة ولا جاء لإقامة الدين؟ هم بقى يترجموها غلط. يقول لك إن الهدف إقامة الدولة. يا سيدي النبي فعل ذلك ليأمن المسلم على إقامة دينه وليبلغ شرع الله. كويس؟ لا هم بقى إيه تروح مترجمينها ترجمة أخرى. كأن هدف النبي ليس هو تبليغ الناس شرع الله، بل إقامة الدولة وتحقيق الحكم. فهمت إزاي؟ ودي طبعا قراءة للسيرة بطريقة مشوهة، تجعل الإنسان يقرأ السيرة بطريقة مشوهة، ويجعل النبي قائد حربي أكتر ما وينسى أنه نبي. فهمت؟ لا، النبي نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله ليعلم الناس ويأخذ بأيديهم ويبلغ شرع الله ويؤمن الناس على دينهم وعلى دنياهم. سرية أخرى، عاكس بنو سليم الذين كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق المسلمين في سيرهم. بنو سليم بعدين يتربصوا كده في طرق المسلمين، كل ما يجي المسلمين ده مسافر ده رايح يعمل تجارة يتربصوا بيه ويرعبوه أو ياخدوا منه أمواله، فالرسول خرج لإيه؟ لتأمين هذه الجهة. فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في ربيع الآخر، كأن شوف كل شهر النبي بيبعت سرية أو سريتين.
كانت حياة كلها جهاد في سبيل الله. فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في ربيع الآخر ليغير عليهم في الجموم، والجموم دي منطقة بتمر عليها كده وانت ماشي رايح مكة، وانت من طريقك من مدينة المكة تلاقي كده يافطة يقولك الجموم، دي حصل فيها. فلما بلغوا ديارهم وجدوهم تفرقوا، ووجدوا هناك امرأة من مزينة دلتهم على منازل بني سليم، فأصابوا بها نعما وشاء، ووجدوا رجالا أسروهم وفيهم زوج تلك المرأة. يبقى فيه رأوا امرأة، فالمرأة دي دلتهم على الأماكن بتاعها، فأسروا زوجها وهي ما كانتش تعرف. فوهب الرسول لهذه المرأة نفسها وزوجها مقابل ان هي ايه عملت يوم معروف. لما أسر زوجها وعرف ان ده زوج المرأة التي أخبرتهم وهبه لها وعفى عنها وعن زوجها صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ما عندوش ايه حب الانتقام يعني زي ما الناس متصورة كده، ابدا. النبي كان رحمة، رحمة لأعدائه ولأحبابه صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. سرية أخرى، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام تريد مكة. ما هو أبو سفيان كان بيعمل إيه؟ كل ما تيجي تجارة من الشام ربحها يشيل 90% منه عشان يعد الحرب النبي، ويوزع 10% من الأرباح. طب ما هو النبي عايز بقى إيه؟ يمنع التمويل ده، أراد أن يمنع هذا التمويل علشان ما يحاربوش. فعرف النبي أن في عير جاية من الشام لقريش، فعمل إيه؟ أراد أن يأخذ هذه العير حتى لا يمولوا به لقتال المسلمين. بلغ الرسول أن عيرا لقريش أقبلت من الشام تريد مكة، فأرسل لها زيد بن حارثة في 170 راكبا ليعترضها، فأخذها وما فيها وأسر من معها من الرجال، وفيهم أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة. أبو العاص بن الربيع ده بنت خال ابن خال خالة ابن خالة سيدتنا ايه؟ سيدتنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها. يبقى ابن خالتها وايه؟ وزوجها، وكان بينهما حب شديد. وكان سيدنا أبو العاص ده كان من أغنياء قريش ومن التجار الكبار، وكان النبي بيحبه بالرغم من كفره، لأنه يعلم أنه في خصال طيبة، وأسلم متأخرا بعد ذلك. وفيهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة، فاستجار بزوجه زينب فأجارته، ونادت بذلك في مجمع قريش. فقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون يد واحدة يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرت يا زينب. يبقى إيه؟ قبل جوار ابنته له، يعني حمايته، فحماه من أجل ابنته. وهذا أبلغ ما قيل في المساواة بين أفراد المسلمين. ورد عليه الرسول: ما له بأسره لا يفقد منه شيء. فذهب إلى مكة فأدى لكل ذي حق حقه، ورجع إلى المدينة مسلما من حسن معاملة النبي له. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه، لأنه هو برضو كان الرسول قال له إيه لما أسر في بدر، قال له رد إلي زينب وإيه وعفى عنه، لأن زينب بعتت قلادة أمها تفتدي به إيه سيدنا أبي العاص. فاكرين أنتوا فرق النبي لما رأى قلادة خديجة، فقال: إن أردتم أن تعفوا عن زوجها فاعفوا عنه، فعفوا عنه. وبعد كده حصل الحكاية دي بقى تاني، حسن المعاملة مرتين، فأسلم سيدنا أبي العاص وحسن إسلامه. وصدق النبي، لأن النبي قال له إيه؟ نعفو عنك على أن ترد زينب إلي، لأنك لا تحل لها، طول ما أنت مشرك لا تحل لها. فلما رجع مكة أرسل سيدتنا زينب إلى رسول الله، عشان كده بيقول إيه؟ وعدني فصدق وعده. يعني كان ممكن يمنع وما يعملش. سرية. طب نقف عند هذه السرية إن شاء الله، ونكمل يوم الجمعة القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.